ارحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعة مباشر. معايا على الهاتف الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور علاء. كل سنه وحضرتك طيب يا صاحبي، والساده المشاهدين بخير وبصحه وسعاده. واسمح لي انتهز هذه الفرصه واهني القياده السياسيه ومخاطب رئيس الجمهوريه وبمناسبه 6 اكتوبر والشعب المصري العظيم، ويعني انتصار خالد لشعب عظيم. وبعدين انا هاخد من كلام سيادتك في المقدمه، انت قلت معهد المحاصيل بدا يتحول لمعهد المحاصيل. حضرتك جبت من عند مكان تربيه النبات للمربط المحاصيل الحقليه لسنه 73. ايوه، سنه 73 بقى في حاجه اسمها معهد بحوث المحاصيل الحقليه. هذا المعهد العريق اللي اشرف برئاسته من اهم المعاهد والعمود الفقري للزراعه المصريه، فهو يدخل كل بيت. من منا يستغنى عن رغيف الخبز؟ من منا يستغنى عن طبق الفول اليوم؟ من منا يستغنى عن طبق الرز في الغداء؟ هذا المعهد العملاق. حضرتك اتكلمت، انا هاخد من كلام سيادتك وانا ولا استنى حضرتك تسالني. انا اديت لحضرتك الحديث وعايزك تتكلم براحتك، لان لما يكون معايا عالم من علماء مصر انا اديله الفرصه يتكلم وانا اسمع، لان انا بتعلم من حضراتكم. الله، ده طبعا ده شرف لينا. اولا انت شريك اصيل معانا في شغل المعهد ومشارك معانا في الحملات. هاخد من كلام سيادتك ان احنا فعلا في فتره حرجه، ان الزياده السكانيه والانفجار السكاني، ومع هذا الناس بتزيد والارض بتقل، ورغم عن هذا ما زلنا نحافظ على الفجوة اللي هي بين الانتاج والاستهلاك. هذا يرجع الى فضله الى مركز البحوث الزراعية وبالتحديد معهد بحوث المحاصيل الحقلية. لما سيادتك نقول ان الانتاجية تضاعفت من 8 اردب للقمح اللي وصلت حاجة و20 اردب، لما نقول ان الذرة كان بيطلع 8 اردب للفدان وصل 24 اردب، هذا نتيج عمل شاق وجهد مضني من العاملين والباحثين في مركز البحوث الزراعيه وبالتحديد مع بحوث المحاصيل الحقليه. لما حسيتك بتتكلم على 230 صنف استنبطهم هذا المعهد العملاق والصرح الكبير، هذا مجهود ضخم مبني على تواصل الاجيال. فحضرتك تعرف ان الصنف مش اقل من 10 سنين عشان يكون صنف ده الباحث بيقضي عمره في ان هو ماشي مع الصنف بيتابعه بيدون ملاحظاته وبيشوف تطوراته علشان يتسجل في الاخر، بيقضي عمره. بيعمل اول بيخش برامج تربيه، بيعمل سيلكشن، بيعمل انتخاب، وبيعمل مينتيننس للصنف، يعني صيانه، بيفضل محافظ عليه على انتاجيته. طبعا سيادتك كمان في المقدمه قلت ان احنا عندنا محدوديه في الموارد المائيه، طبعا ده كان الشغل الشاغل لمعهد بحوث المحاصيل، وكان بناء عليه عملنا المؤتمر السابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقليه بعنوان انتاج المحاصيل الحقليه في ظل محدوديه الموارد المائيه في مصر في الفتره من 18 و19 ديسمبر 2018 تحت رعايه معالي الوزير. المؤتمر هيتقدم فيه البحوث والاقتراحات والتوصيات. يعني حضرتك ان شاء الله طبعا المعهد اشتغل في الفتره اللي فاتت على ان دي مشكله حقيقيه، اللي هي محدوديه الموارد المائيه، بدا يطلع اصناف. احنا بنشتغل من مشاكل بحوث تطبيقيه، يعني أيوه. المشكله ونعمل عليها بحث تطبيقي يحل المشكله. مشكله الملوحه، لو نتكلم عن مشكله الميه، المعهد بدا يطلع اصناف جديده مبكره النضج قليله الاستهلاك المائي. تمام، ده حضرتك في كل المحاصيل، كل المحاصيل، وبالاخص هنا بقى في الرز، عشان هو ده الرز المظلوم اللي بيقول عليه هو الاكثر شراهه في استهلاك الميه. المتهم البريء. فحضرتك طبعا احنا شايفين المساحه بتتقلص، احنا بقى مش ساكتين، مش واقفين، بنشتغل. اقول لسيادتك يعني انا كنت الاسبوع اللي فات في برنامج البحثي للرز في سخا، عايز اقول لسيادتك حاجه مفخره عظيمه، يعني تفخر بعلماء باحثين متميزين. لما اقول لسيادتك ان بقى عندنا اصناف رز مع الوزير مهتم شخصيا بهذه التجربه وقال لي تقرير عن نتائج هذا البرنامج، عندنا اصناف رز بتشرب او بتروى كل
8 ل 10 ايام، 10 ايام وبتاخد نفس نفس المحصول بدون تاثر بالمحصول. عندنا سخه 107، ميزه 178، ميزه 179، حضرتك بتعاملها معامله الذره، المقنن المائي ليها 3500 متر مكعب ميه زي الذره. حضرتك ده يعني ده المحاور اللي بنشتغل عليها. دي محاور مهمه، بس في جزئيه حضرتكم ناجحين فيها وبتتميزوا فيها عن باقي المعاهد، ان انتم بتنتجوا. طيب. عندكم انتاج وفير، ايه سر نجاحكم في موضوع الانتاج، وليه ان احنا ما بنتوسعش زي مثلا معهد البساتين في انتاج جميع البذور والتقاوي اللي احنا بنشتغل بيها او الاصناف يعني اللي احنا بنشتغل بيها؟ احنا يعني عندنا مكتفيين ذاتيا بتقاوي كل المحاصيل، يعني المحاصيل الحقليه. البساتين بقى يتكلم عنها مدير معهد البساتين. انا عارف، بس انا بقول ان انتوا تفوقتم على بقيه المعهد. لا بقى حضرتك ليه بقى؟ لان في برنامج بحثي مؤسس لا يتغير بتغير الاشخاص، علاء موجود، السياسه قائمه، لا يتغير البرنامج، البرنامج شغال بيشتغل، بيستمد شغله من المشاكل اللي موجوده في برامج شغاله مستمره. يعني ما اقول لحضرتك ان احنا مثلا عندنا في الدوره مثلا 25000 سلاله بيضاء وصفر. حضرتك ده ما تتخيلش المجهود الرهيب اللي بيتعمل عشان المحافظه على هذه السلالات، والبرامج التربيه اللي بيتعمل فيها. يعني حضرتك يعني كمان محطات الغربله على مستوى الجمهوريه، اعداد تقاوي، عاليات الجوده. ما هو حضرتك البدايه تبدا منين؟ تقاوي جيده، عاليات الجوده هتدي انتاج عالي ووفير. صح. فده كان توجهات القياده السياسيه وتوجهات السيد الوزير، ان احنا بنوقف حضرتك. هو مر معانا على كل محطات الغربله او معظم محطات الغربله وشافها، وحتى حضرتك وصلت لمرحله. طب احنا خلاص داخلين على موسم الشتاء وابتدينا دوركم في المشاركه بالقوافل الارشاديه، مفيش ايوه حضرتك انت كنت شريك معانا زي ما انت عارف، واحنا بقى طبعا ايه دي فرصه بقى اقول لسيادتك، يعني على انت قلت انا عايزين نشوف الباحث بيشكو من ايه. يعني حضرتك احنا لم نرفع رايه العصيان ولا مره، ما قلناش طلبناش بحقوقنا، لا احنا عايزين نشتغل. يعني سيادتك لما كنا الحملات بتمول، يعني احنا بقى لنا سنه اكاديميه البحث العلمي كانت بتمول الحملات توقفت عن التمويل لاسباب لا اعرفها، فكنا لحد دلوقتي اشتغلنا المواسم اللي فاتت ولحد دلوقتي ما خدناش مستحقات الناس حتى اللي هي كانت بتشتغل، واخد بال سيادتك. الحملات احنا دي كانت زي ما حضرتك بتقول، احنا بنحاول، احنا ما وقفناش على التمويل، احنا بنشتغل ومش مستنيين فلوس، مش مستنيين حاجه، بنبذل مجهود ومش مستنيين حاجه، بس عايزين نكمل. فعلشان نكمل لنا احتياجات، لنا ادوات، لنا ناس عايشه وليها طلباتها، فده شيء طبيعي. انا عارف ان انتم كعلماء، احنا كمان بقى احنا كباحثين مش مشكله، ما فيش مشكله خالص. انا بنتكلم على الجهات اللي هي المشاركه والمعاونه. أيوة. الارشاد يعني حضرتك ادرى من اي حد او الناس كلها تعرف مدى القصور الموجود في الارشاد اللي نتيجه نقص الامكانيات، نقص التمويل البشرية. انما الطاقات البشريه موجوده والله، بس عايزين فلوس تتحرك. يعني احنا خلينا الباحث دلوقتي يشتغل زي المرشد، يعني خلينا الباحث او بنخليه يقوم بدور المرشد. يعني اماكن كثيره ما فيش فيها مرشدين، الباحثين بينزلوا مع المزارعين متابعين اول باول. يعني حضرتك ما كل طبعا. العمليات حضرتك اتكلمت على الزراعه على مصادر، حضرتك انت عارف ان السنه اللي فاتت قربنا ال 900,000 فدان زراعه على مصاطب. صح. وكان بدا هذا المشروع في الشرقيه والتالت اهليه، وان شاء الله في محافظه جديده السنه الجايه، بحيث ان احنا طبعا 900,000 فدان. طبعا حضرتك ادرى مني، وفروا ميه قد ايه؟ زودوا انتاجيه قد ايه؟ 20% ري، 20% قد ايه تقاوي؟ قد ايه محروقات ومواد بتروليه وفرناها؟ زياده في المحصول حضرتك، يعني بقى حاجات كتير حضرتك بقى. يعني الحاجه الجميله كمان ان علي الوزير والسيد رئيس الجمهوريه امر الانتاج الحربي بتصنيع 2000 سطاره لزراعه القمح على بساطه. أيوة. لاهميه هذا الموضوع بدل الانتاج الحربي، يمكن انا من حوالي متابع ان من حوالي شهر كانوا طلعوا 50 في 50 حاجه زي كده عشان يوصلوا ل 2000 سطاره، بحيث ان هنبدا الموسم الجديد تبدا السطارات مش يقدروا يتمكنوا. صح. من انتاج 2000 سطاره في هذه الفتره، هيبداوا يشغلوا تبدا السطارات بحيث ان احنا حتى تبقى سطاره لكل قريه او قريتين. تمام. يعني انا عايز اسال حضرتك في نقطه علميه شويه. اتفضل يا فندم. التغيرات المناخيه احنا ابتدينا نشعر بيها.
طبعا واتحركت، يعني ما درجات الحراره بقينا نشوف، احنا لغايه دلوقتي كان المفروض ان احنا نحس بدرجات الشتاء المنخفضه دي، هتاثر على المحاصيل. مين اللي مسؤول طبعا مع حضراتكم في تحديد بدء موسم الزراعه لكل محصول من المحاصيل؟ يعني احنا تعودنا ان القمح ليه ميعاد معين في الزراعه، وكنا بننبه الفلاح نقول له اوعى تتاخر او اوعى تبدر عن كده. صحيح هنفضل بنفس التوصيات دي؟ امتى هنغيرها؟ مين المسؤول ان هو يشارك حضراتكم في وضع هذه البيانات والقرارات؟ هو حضرتك الباحث في كل محصول رئيسي ما بتوقفش العمل. احنا لما بنخرج الصنف بنطلع معاها حزب التوصيات، أيوة. بنقول الزرع امتى يتسمد امتى، كل ده حضرتك بقى في استمراريه لهذا العمل. احنا بدانا نعيد كل تجارب المواعيد تاني، بدانا نعيد كل تجارب التسميد تاني من كل حضرتك، كل ما يتعلق يعني انا الصنف افهم من كلام حضرتك بيبقى طالع من عندي معاه بطاقه هويه روشتة فن. فيها كل المعاملات ومواعيد الزراعه والمشاكل اللي ممكن تقابله، التوصيات السماديه او المقررات السماديه دي بتبقى موجوده مع كل صنف. الحشرات اللي بتصيبه، طرق المقاومه، الحشائش، طرق المقاومه، كل حاجه حضرتك بتبقى مع الصنف معمول لها الريكومنديشن باكج بتاعت كل صنف او حزب التوصيات الفنيه. هذه الحزمه مستمره في الابديتنج، في التحديث على طول. ما ده بقى الحاجات بقى التغيرات المناخيه والحاجات دي المفروض في تنشئ مركز للتغيرات المناخيه في وزاره الزراعه موجود، واحنا برضه هنتواصل معاه عشان عايزين نعرف ازاي ان احنا نتواصل داخل مركز البحوث الزراعيه مع بعض. يعني احنا عندنا علماء وعدد كبير من العلماء، عاوزين يبقى في تناغم بحيث ان احنا في الاخر نطلع بقرار وتوصيه واحده ان شاء الله. يعني تمام. بس هو كنت بحضرتك قبل ما نقفل عشان واضح ان حضرتك فضل. لا، في حته بقى حضرتك قلت ان في البحوث في ادراج وفي المقدمه، ده حضرتك ده اللي فعلا مع الوزير اشار اليه في مؤتمر الدوله ال 15 للمحاصيل اللي اقيم في زراعه عين شمس اول امس. ايوه، ان فعلا هل هيتم فعلا ده هذا التنسيق، وان البحوث ما تبقاش حبيسه الادراج، ان البحوث تبقى تطبيقيه. وده فعلا اللي احنا بنعمله. يعني انا كمعهد محاصيل، يعني حضرتك ما بقاش عندنا رفاهيه اجراء التجارب من اجل التجارب والبحث من اجل البحث. يعني حضرتك الابحاث اللي هي النظريه مطلوبه ومقبوله، لكن احنا في هذه الوقت وفي هذه المرحله الحساسه ما بقاش عندنا هذه الرفاهيه. انا بعمل بحث عشان احل مشكله، بعمل بحث عشان اصلع صنف جديد، الناس ما بعملش بحث عشان اترقى بيه. لا، انا حضرتك انا عندي البرامج ترقي مصر كلها عشان تبقى عارف في الزراعه. اللي عندي ابحاث، كميه ابحاث، بس تبقى ابحاث تطبيقيه، ابحاث تجيب نتيجه، تجيب تبقى لها مردود ولها عائد اقتصادي. لانها في مرحله حساسه، اذا هننفي جنيه يطلع جنيه. بس حضرتك احنا بنطالب بقى في ان احنا بقى في دعم للحملات، سواء من كان من اكاديميه البحث العلمي او من الصندوق او برنامج الحس الابحاث الزراعيه اللي هو الاي دي بي. حضرتك دي عشان نقدر نكمل ونواصل عملنا. الحاجه الثانيه بعض استغلال بعض الموارد الذاتيه للمعاهد، يعني في ان احنا حضرتك الميزانيه البحث العلمي حضرتك وادرى بيه مننا ان الميزانيه بتتقلص وتتناقص. يعني طب انتم كمعهد انتم بتنتجوا وبتحققوا المفروض بالظبط هامش ربح. أيوة، ما بتقدرش تستفيد منه. حضرتك احنا جهه غير هادفها ربح، احنا اهم حاجه نوفر حضرتك والله مستلزمات الانتاج. اولا بندفع الضرائب، بندفع حصه الدوله. الحاجه الثانيه اللي عندي عايز ادخله في تطوير الانتاج، وفي مثلا في محطات الغربله عندي كلها بقت متهالكه وعايزه تتطور. انا عايز استغل الموارد الذاتيه واطورها، بنشئ محطه جديده للغربله، مش انا على اللي بيا بقى لها بداوا فيها من فتره، انا هستكمل بنشئ محطه جديده للغربله في الجميزه، بحيث ان يخش الخام بتاع الذره من عند الحصاد لحد ما يطلع في منتج في شكاره. يعني انا دي محطه جديده برضه بنعملها بالمجهود الذاتي والموارد الذاتيه للوحده، واخد بال سيادتك؟ فاحنا عايزين يعني نستغل كل ما هو متاح وكل حاجه، يعني في سبيل توفير او زياده الانتاجيه من وقت المساحه. دكتور علاء، انا يعني هاخد منك وعد على الهوا اهو ان احنا تنورنا أيوة. في الاستوديو ونتكلم اكتر.
بالتفصيل. لان انا كنت حضرتك الاصناف، انا كنت عايز اتكلم على الحاجات الشتوي والحاجات ده لسه احنا ما اتكلمناش في حاجه يعتبر، لان انا عارف ان انتوا الانشطه بتاعتكم انتوا بتشتغلوا 24 ساعه. وانا هاخد بقى من كلام حضرتك واقول نقطتين مهمين قوي. لما يكون انا عندي معهد بينتج وبيأمن الغذاء وبيقول لي انا بدفع ضرائب وبيقول لي انا عايز ميزانيه عشان اشتغل وبيقول لي انا عايز اطور محطات الغربله عشان اكمل، يبقى ده يحتاج الاولويه. ليه الاولويه؟ في ان الدوله فعلا تساعده وتسنده، لان احنا بنتكلم على معدات موجوده من سنين في محطات الغربله اشتغلت وادت دورها وحققت ارباح كبيره جدا على اكتر من مستوى. اولا قللت فاتوره الاستيراد من الخارج، حصل توازن بين اللي انا بنتجه واللي بستهلكه، ففعلا الفجوه ما زادتش، فالحمد لله قدرنا نتماسك اقتصاديا. عاوز ان انا اطور من ادائي ويبقى عندي قوافل ارشاديه واتحرك بالعلماء بتوعي من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه، فدي كلها لازم يبقى في تواصل مع المسؤولين. وانا بضم صوتي لصوتك وهنبتدي نتابع الملف ده ونصعده بحيث ان احنا نشوف ان شاء الله في الفتره القادمه ليكم دور اكبر داخل القطاع الزراعي. بشكرك الاستاذ الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه. في نقطه اتكلم فيها الدكتور علاء مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، قال لي احنا توسعنا في انتاج هجن جديده من الارز مقللة في أقل استهلاكا في المياه، هي نفس مقننات الذرة ما بتستهلكش مية. ليه؟ مبكرة النضج، فدي بتطلع من الأرض بتم حصادها ما بتطولش فبتقلل في كمية المية اللي بتستهلكها. جميل. يعني أنا لو فلاح النهاردة وقالوا لي ما تزرعش رز وزرعت الصنف ده هتعمل لي محضر ولا مش هتعمل؟ وده سؤال مهم جدا. طب انا بطلع الاصناف دي عشان افضل ازرع المساحه اللي حددتها الدوله اللي هي 900 الف فدان، وان انا لو التزمت بالمساحه دي بالاصناف الجديده هقلل في استهلاكي للمياه وازود الانتاجيه، او لو نفس الانتاجيه بس قللت في استهلاكي للمياه. طب لو انا بحتاج ان انا استورد من الخارج، طب مش ممكن ان انا ازود المساحه بنفس الاصناف الجديده دي وهي هي نفس كميات المياه اللي هستهلكها في محصول اخر؟ طب عشان اوصل للقرار ده مين اللي مسؤول عن هذا القرار؟ مين الجهه اللي مسؤول ان هي تاخد هذا القرار؟ الزراعه تحدد المواسم والمعاملات الزراعيه وبدء الموسم تسليم الاسمده، انما الري في ايد وزاره الري والموارد المائيه. يبقى لازم يكون في تنسيق وفي عرض. مهندس الري مع كامل احترامي ليه ولعلمه هو بينفذ قرار، مش هينزل يقول لك النوع اللي انت زرعه ده بيستهلك مياه قد ايه، ابدا. هو عنده قرار نازل ينفذه وصح، بس عشان نوصل للقرار ده بصوره سليمه يبقى لازم يبقى في سياسه صنفيه عادله، لازم في يكون في دراسه للتركيبه المحصوليه. النهارده احنا بنتكلم ان احنا نجحنا في زياده مساحه الذره. اتزرعت فعلا. لكن نجحنا في التسويق؟ لكن الفلاح حس بفرحة وهو بيسوق وحس ان فيه هامش ربح؟ ده مهم جدا ان احنا نناقشه. فالفترة القادمة ان شاء الله احنا هيكون عندنا ملفات مهمة، المياه وادارتها، محاصيل والتركيبة المحصولية حسب احتياجاتنا كسوق مصري.